السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله أحمد بن حجر الأسقلاني في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، فليقرأ من يقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: المرسل، والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا، ونحو ذلك. ونحو ذلك قوله وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. هل ترون أن هذا التعريف أدق، أم إذا قيل إذا وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ربما يكون التابعي روى عن تابعين آخر وهو عن تابعين آخر، فسقط من بعد التابعي الأول تابعي ثاني. فإذن إذا قلنا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة أو بدون ذكر الصحابي فهو المرسل، وصورته وتوضيحه يوضح هذا المعنى الذي نريده، وهو أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا التعبير ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أدق. كذلك ما عرف بعضهم المرسل ما منه الصحابي سقط ليس بواضح. المرسل ما منه الصحابي سقط، قد يكون سقط دون الصحابي تابعي وتابعي وتابعي. فإذا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أدق في التعبير الذي يريده ابن حجر. نعم. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هل هو صحابي أم تابعي؟ فإن كان صحابي لا شك الصحابة كله مدول، أما إذا كان التابعي فكيف حاله؟ هل هو ثقة أم فيه ضعف أم يرسل؟ نعم. قال: لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني قد يكون 10 تابعيين يربي بعضهم عن بعض وآخره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. نعم. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال نعم، هو في الحقيقة أن ما دام قد مضى بنا الإبهام بالتوثيق أو التوثيق بالإبهام، يعني التوثيق بالإبهام لم يقبلوه عن الشافعي رحمه الله، فهذا فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا إن ثقة، إلا إذا كان تتبع فوجد أن كل من حذفه فهو ثقة، فهذه الحالة يقبل فيها. نعم. أما القول ربما يكون حتى
أن يوجد بعض الروايات أو بعض أفراد الروايات يكون لم يسمع وهو قد قال من قبل لا أحذف إلا ثقة، فيبقى على كل حال الاحتمال باقي، ولذلك احتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل من هذا النوع من الإرسال. نعم. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسنداً كان أو مرسلاً، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي وهو موجود عنده في الرسالة الذي قال الشافعي رحمه الله يعني إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وأن يكون الراوي من كبار التابعين، وأن يكون إذا سمى من أرسل لا يسمي إلا ثقة، وأن يكون إذا شاركه الحفاظ المأمومون لم يخالفوه. فيقول قد يكون هذا إن شاء الله هو يتقوى بمجيئه من طريق آخر، كذلك قال أو يكون يتقوى بفتاوى بعض الصحابة. نعم، أو قول الصحابي. أيوة. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم. ومن مسائل المرسل مرسل الصحابي، وهذا مقبول اتفاقا إن شاء الله أو عند جماهير المحدثين، مرسل الصحابي لا ينبغي أن يقال إنه فيه خوف السقط أو خوف الخلل من الصحابي، فقد يروي الصحابي ولم يولد بعد عن صحابي آخر، قد يكون واقعة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وروى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة بعد بعثته والصحابي لم يولد، لكنه يروي هذه القصة مثل ابن عباس يروي عن بداية الوحي بعض الحاجات، فيقال لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو يكون سمع من بعض الصحابة، فمرسل الصحابي. ويدلكم على هذا ما كان في من عمر رضي الله عنه أنه كان قد تناوب عن بعض الأنصار، كان عن جاره بعض الأنصار، فكان يأخذ روايته، كم من الروايات أخذ لكنه لم يذكر إلا في روايته ما جاء فيه تطليق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يجب أن تقبل مراسل الصحابة. نعم. قال المعضل: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. على التوالي إذا كان معضل، يعني سواء كان من بداية الإسناد، من وسط الإسناد، أو من آخر الإسناد الذي طرفه الصحابي، كله يكون معضلا إذا كان السقط متواليا، أما إذا لم يكن متوالي فيسمى منقطعا. منقطعا. نعم. أيوة. المنقطع: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. نعم. يقول هذا الإسناد فيه ضعف أو فيه علة، فقد حصل الانقطاع في هذا في موضعين، أما في موضع واحد قد يكون هذا معروف، لكنه قد يكون في موضعين أو ثلاثة إلى آخره، فلا بد أن يوضح أن هذا في موضعين. نعم. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكن يشترط عدم التوالي. يشترط عدم التوالي فيكون منقطعا أيضا، وقد بين لنا فيما مضى أشار إلى أن المعضل قد يتفق مع المعلق، بحيث يكون المؤلف حذف شيخه وشيخ شيخه وذكر شيخ شيخ شيخه، فيكون يسمى معلقا ويسمى معضلا أيضا. نعم. قال: تقسيم السقط في الإسناد إلى واضح وخفي. ثم إن السقط في من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه،
أو يكون خفياً فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. ويمكن أن نعرف نحن طلبة العلم أيضاً مما ذكر الأئمة، وقد جمعت المراسيل للعلاي ذكر أنواع فيه مواضع كثيرة، كذلك فيما بعد تتبع عن بعض طلبة العلم عن طريق الحاسب العالي وغيره فاستخرجوا كثيرا، وأنا كنت جمعت قبل يمكن أكثر من 15 سنة هذا، وهو سبقوني بالنشر وأنا ما قدرت عليه، وهو موجود عندي. أمس كنت أبحث في هذا الشيء في المكتبة فوجدته مرميا هكذا، لكن وجدت أنه لو طبع يكون فيه بعض الإضافات، فلذلك قلنا نتركه. نعم أيوة. ومن ثم احتيج إلى التأريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. نعم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم، هذا ذكروا له أمثلة، أن من جملته أن الحاكم قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإقليل، قال قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي أو كسي هكذا بعضهم يقول، وحدث عن عبد بن حميد الكشي، فسألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و100، فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب3 سنين، يعني ظهر كذبه. نعم هكذا، فلذلك قال قد افتضح أقوام، ذكروا له أمثلة. نعم أيوة. قال المدلس. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمى من حد لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. نعم، فلذلك كأنه فيه إشارة إلى أن ما دام هو يروي ممن لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع، فهل يبقي من عدالته شيء أم هو كاذب؟ نقول لو كان بالفعل قال سمعت أو حدثنا كان كاذبا، لكنه لما ورى تورية، والتورية يجوز أجازها العلماء في مواضع كثيرة، وكأنه موهم للسماء وأدم السماء، فلذلك تبقى عدالته غاية ما فيه، لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. ولذلك كأن ابن حجر أشار إلى سواء أو أجاب جواب أو سؤال مقدر، فإذا الذين يدلسون هل يكذبون؟ لا يكذبون إلا إذا صرحوا بالسماء وقد تثبتنا أنهم لم يسمعوا. نعم. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كاذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم، ولا يمكن معرفة هذا إلا بالتخريج، لأنه مثل المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، كذلك المدلس يعرف بمجيئه من طريق آخر، فقد يختصر في بعض الأحيان ويصرح في بعض الأحيان. نعم. المرسل الخفي. قال وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدثه عنه بل بينه وبينه واسطة. نعم. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا،
هو دقيق حصل تحريره بما هنا ذكر هنا، ولذلك نسب بعضهم هذا من كيس ابن حجر، قالوا إن هذا من عمله مما عملته أيديه، وليس يوجد عند الأئمة هذا النوع من التفريق والتفصيل والتحرير. نعم. وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. واضح إن شاء الله. نعم. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لأنهم ما سموا مخضرمين إلا لماذا؟ انقطعوا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كونهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا كبارا مثل أبي وائل الأسدي أبو عثمان النهدي كانوا رجالا كبارا، ومثل أويس ابن عامر القرني وغيرهم، فعرف باليقين أن هؤلاء لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت أحاديثهم مرسلة لا مدلسة. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. لا، هنا ربما يكون بعض التوضيح ولا نستدرك على ابن حجر، نقول توضيح، لكن لم يعرف هل لقوه أم لا. لا يعني يسمى مخضرما إلا إذا تأكدوا وتثبتوا أنهم لم يلقوه فسمي مخضرم، ولذلك ابن حجر في إصابته أصاب حينما ذكر في تمييز الصحابة أقساما، القسم الأول من ثبتت صحبته برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته وقلت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوت إلى آخره. القسم الثاني ماذا؟ القسم الثاني الذين أولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من أهل المدينة الذين كانت عادتهم أنهم بعد ولادته يأتي به ولي أمره أبوه أو أي أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبركه ويحنكه، هكذا ذكر. والقسم الثالث المخضرمون الذين ثبت أنهم كانوا رجالا كبارا لو وضعوا أيديهم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة، لكن فاتهم حد الكبير والشوط الكبير. وأما القسم الرابع ماذا ذكر ابن حجر فيهم؟ من ذكروا خطأ أنهم من الصحابة وليسوا في كتب من سبق، في من سبقه بالتأليف ذكروهم في الصحابة باليقين وليسوا بصحابة بعد التحقق باليقين عند ابن حجر، فذكر في القسم الرابع. ولذلك نقول للطالب إذا كان يذكر صحابي فلا بد أن يذكر أنه ذكره ابن حجر في القسم الأول، لا الأقسام الثانية ليس من الصحابة في الحقيقة لكن القسم الأول، كذلك هو مخضرم ذكره في القسم الثالث من إصابته. نعم. أيوة. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. والآخرون النووي وغيرهم لم يفرقوا بين المرسل الخفي وبين التدليس كما هو منقول عنهم. نعم. طرق معرفة المرسل الخفي، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن بإخباره عن نفسه يمثلون هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا أنه لم يسمع من أبيه، سئل هو بنفسه هل تذكر من أبيك شيئا؟ فقال لا أذكر شيئا،
ومعناه أنه يكون أخذ ممن سمع ابن مسعود، فهو أخبر بنفسه على صدق بأنه لم يأخذ من أبيه شيئا. نعم. أو بجزم إمام مطلع. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله كتابه سحر في الحقيقة، قال بعض الأمراء إن هذا سحر، أو قال بعض العلماء ألا أريك سحرا. فسبحان الله يعتني باللقاء وعدم اللقاء، بجزم يقول سمع من فلان ولم يسمع من فلان. التاريخ الكبير ليس فيه تراجم طويلة إلا أنه يعتني باللقي وعدم اللقي كثيرا جدا. نعم. أيوة. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. نعم. ولا يحكم في هذا. كيف يكون يأتي المزيد في متصل الأسانيد علما من علوم الحديث، المزيد في متصل الأسانيد، فيكون الإسناد صحيحا بين التابعي وبين الصحابي، لكنه في بعض الطرق جاء نفس التابعي وبين الصحابي شخص آخر، فهذا في الحقيقة لا يكون مزيد، لا يكون فيه إمكان السماع إلا إذا كان التصريح في موضع عدم ذكر الراوي المزيد. فإذا كان يقول سمعت من فلان وهو سمع من فلان، لاحتمال أن يكون سمع بواسطة ثم بعد ذلك سمع من غير واسطة. نعم. يأتي المزيد في ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد رحمه الله. نعم. والكتابين الظاهر مطبوعان الآن. نعم. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد: الطعن وأسبابه. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. الطعن هو طعن ما خالد بن وليد رضي الله عنه يقول: ما في جسمي إلا رمية بسهم، أو طعنة برمح، أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كالبعير الأجرب. فالطعنة معناه تجريح، جرح. الطعن أي الجرح في الراوي، أصله جرح بالحديدة أو بشيء حاد، والمقصود هنا الجرح في الراوي. نعم. يكون بعشرة أشياء بعضها أشد من القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني الطعن بعشرة أشياء، خمسة تتعلق بعدالة الراوي وخمسة تتعلق بضبط الراوي، خفة الضبط أو شدة الضعف إلى آخره. نعم. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. إلا أن في الإسناد رواة كثيرون، فمن يكون المتهم؟ وهو الذي قد يعبر العلماء والعهدة في هذا ألا فلان، لماذا يعيننا فلان؟ فينبغي أن نعرف أنه تكون مخالفا للقواعد المعلومة من القواعد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، ولم يكن في إسناده غيره تكلم فيه، لا كلهم ثقات من الأطراف، لكن واحد منهم يكون تكلم في ضبطه أو تكلم في عدالته، فهو الذي يكون متهم، ولا يكون كل واحد متهم، لابد أن يكون يتهم، لأنه قد يكون في الإسناد عدة أشخاص قبله بعده، فيكون المتهم من يكون متهما في سوء الحفظ أو موصوفا بسوء الحفظ، لابد أن تفهموا هذا. نعم. وكذا
وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني يعرفون أنه يظهر في السوق لكنه يتورع في كذبه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذلك إذا وقعت الواقعة مثل هذه بحيث يكون روى ما يخالف القواعد الشرعية واضحة والعلماء لم يعرفوا حديثه هذا فيكون يتهمونه لعله شهوته في الكذب في السوق يكون قد أدى به إلى الكذب في على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التحري من علماء الحديث. نعم أيوة. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول. نعم. أو فحش غلطه، أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسق. هنا فسروا قالوا الشافعي رحمه الله قال من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. كأنه يشير هناك يعني فروع، فإذا كان يغلط كثيرا لكن كتابه أو لكن كتابه صحيح ويروي من كتابه فيكون حديثه صحيح، أما إذا روى من حفظه، ولذلك الأئمة يعتنون أن فلانا حدثني من كتابه هكذا. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح في به أشد من هذا الفن. وأما الفسق لحظة، يعني غلط أو فحش الغلط أو غفلته، ما الفرق بين فحش الغلط وغفلته؟ هي كأنها قريب بعضها من بعض، لكنه يقولون أنه قد يكون خاصة هو صدوق لهجة في نفسه، إلا أنه اشتغل بالعبادة وغيرها والصيام الكثير وغيرها فضعف، ولذلك في مواضع كثيرة يقولون أكثر ما يكون الغلط من الصالحين، أو يقولون أدركته غفلة الصالحين، فبين فحش الغلط وبين غفلته قد يكون فحش غلطه كثرته هذا يكون أشد وغفلته يكون أقل، فهو على كل حال كلاهما من جانبه بكلاهما من أنواع أسباب الرد. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. نعم. وبينه وبين الأول عموم. أما إذا كان يعني يبلغ الكفر فعله إنكار أمورا معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يقبل ولا كرامة. نعم. وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي للثقات. توهم إيش معنى التوهم؟ هي وهم خاصة في تعريف اللغويين المعلوم إذا كان الإنسان متيقنا فيه فهو علم اليقين، وإذا كان مترددا فيه فيكون شكا، لا جانبان هل وقع ما وقع ما وقع أو ما وقع، فيكون يستوي طرف الشك، فهذا شك، وطرف الوهم أو طرف عدم الضبط فيسمى شكا. أما إذا كان أحد الطرفين راجحا فماذا يسمى؟ ظنا، ظن أو ظن الغالب، وإذا كان يروي بالظن المرجوح فهو وهم، فهو وهم، الوهم أدنى درجة، فكأنه يترك الراجح عنده ويقول بالمرجوح فهو وهم. نعم. أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، تجريح شخص أو إمام معين، لكنه حينما يأتي مجهول ومجهول العين فيعرفه بتعريف آخر، لكن كلمة الجهالة تشمل الاثنين، سواء كان مجهول الحال كما يعرفون
أو مجهولة العدالة من روى عنه اثنان ومن فوق ولم يوثقه أحد، كذلك يعني يشملهم جهالة. ولذلك هنا كأنه اختصر أو جهالتي بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين مطلقا، ولا يمكن أن يعرف اسمه إلا إذا كان روى عنه واحد أو على الأقل اثنين، وليس بمبهم، أي لم يذكر بصيغة رجل شيخ أو أتانا آتنا وكذا، لابد أن يكون يسمى. فالفرق بين المبهم وبين المجهول، المجهول يسمى والمبهم لا يسمى باسم خاص. نعم. أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. بنوع شبهة من جملة الاستحسان، وكم من البدع قد ابتدعت بالاستحسان، أن هذا شيء جيد فبدأوا يفعلون من الذكر الجماعي وغيره وغيره. نعم. أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. أقل أو قل يكون يستوي الغلط والإصابة، يعني إذا جعلنا له نسبة فيكون يخطي 40% 30% أو 50% يخطي، 100 حديث أخطأ في 50 وأصاب في 50، فهو يسمى ماذا؟ سيء الحفظ. نعم. أما إذا قالوا سيء الحفظ جدا فهو فاحش الخطأ وسيء الحفظ جدا سواء. نعم. قال الموضوع: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. هذا التعليق الذي علق بعد هذا يشمل أسباب الوضع وكذلك طرق معرفة الحديث الموضوع، وإذا كان اعترف فليس في، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. نقول له إذا كان هو أقر بوضعه فنحن نقطع بأنه كذب، ولو كذب علينا في هذا وهو كاذب وكذاب فنحن نقول إنه قد كذب في هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة لا يوجد الحديث الذي اختلقه هو في دواوين السنة، لأنه ما يمكن أن يقول إنما الأعمال بالنيات أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون إلى آخره، يقول أنا الذي وضعته، ما يمكن، لابد أن يكون الشيء الذي ذكر لنا لا يوجد عند الأئمة رحمة الله عليهم، ويقول أنا الذي وضعته فنحن نقطع بأنه وضعه، لا يكون دائما بالظن الغالب، لكن في بعض الصور قد يكون بالظن الغالب كما يأتي، قد يعرف الوضع. أي طرق معرفة الوضع؟ طرق معرفة الحديث الموضوع. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب، الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا. هنا في الحقيقة الآن يعني قوله أنه لأن الحكم يقع بالظن الغالب، طيب إذا وقعت شبهة بالظن الغالب معناه قد يكون هناك لم يكن قتل لكنه أقر بأني قتلته، فهل نسفك دمه بدون يقين؟ لا، الذي يظهر أن هذا الإقرار وكذلك شهادة اثنين أنه قتل أنه سرق أو قتل فيكون يعطينا اليقين، وإلا لا يجوز لنا أن نعتدي على
عصمة أحد ولا على دم معروف ولا يد معصومة إلا باليقين. فلذلك الذي يظهر أن الإقرار يعطي اليقين، كذلك الشهادات تعطي اليقين، وإن كان فيه ما يقولون أنه إمكانية الخطأ. إمكانية الخطأ إذا كان فلا يمكن أن نكون نأخذ دمه بدون يقين، لأن هذه اليد معصومة، كيف نقطعه بالظن؟ كما ذكر هذه الإشارة موجودة في كتاب الرسالة للشافعي، قال أن ما نأخذ إلا في باليقين، أو ما نأخذ إلا ما دل عليه بالتواتر. قال أسألك، هذه يد معصومة، هكذا هو مثل يد معصومة، فإذا شهد اثنان أنه سرق فهل تقطع يده؟ قال نعم. لماذا؟ قال لماذا تقطعه؟ يد معصومة باليقين، واليقين لا يزال إلا باليقين. فإذا نحن نقول إقراره يقين، كذلك إذا شهد اثنان عليه فهو بأنه كذب، أو أمامنا قال أنا أكذب، فيكون كله يعطينا اليقين. نعم. ولولا ذلك لما ساق قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الحسن من أبي هريرة. يعني سبحان الله، هذا كذب مسكين، ما أراد، ما قدر أن يكذب، أو ما استطاع أن يكذب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ فهذه على كل حال، نعم، الذي يكذب في حديث رسول الله لا يوفق. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. نعم. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. نعم، هو هذا على كل حال واضح جدا، أنه ولا يمكن أن يكون يعرف بزيادة جناح إلا أن يكون الحديث عنده معروف. وأئمتنا في الحقيقة كان لهم مشاركة في حفظ الحديث وغيره، ولذلك عرف في حينه أنه كذب بزيادة جناح، وما أراد إلا أن يأخذ الجائزة. نعم. ومن الغريب يذكر فيه أنه أعطاه الجائزة السرة، فلما انصرف قال أشهد أن قفاك قفا كذاب وذبح الحمام. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. هل تذكرون مثالا له؟ ابن الجوزي في الموضوعات روى عن أنس بن مالك مرفوعا أن عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، زيادة في هذا، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في آخر السبع. طيب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السبع، هذه التي ذكرها الآن يدل على أنه كذب، وأنه يخالف نص القرآن، ما هو كذا؟ وإن الآية لا خمس لا يعلمه إلا الله، على آية ويعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره، كذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت إلى ربك منتهاها، كذلك آيات أخرى، ما هو كذا؟ أنا قل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا مناقض لنص القرآن واضح، أو السنة المتواترة. نعم. أنواع الموضوع. ثم المروي
تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. إيه هكذا قد يكون على كل حال للحامل الذي يأتي ذكره لإغراب. نعم يأخذ كلام النظافة من الإيمان جعلوه حديثا أيضا. فالأحاديث الكتب التي ألفت بالأحاديث المشتهرة أو الأحاديث الضعيفة والموضوعة تجدون أمثلة كثيرة من هذا النوع. نعم الحامل، الحامل للواضع على الوضع، والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض. تذكرون أو متعبدين مثل ما قال نوح الجامع لما سئل قال من أين لك هذه الأحاديث أن إكرم عن ابن عباس في كل في فضائل كل سورة؟ قال رأيت الناس يشتغلوا بمغازي محمد بن إسحاق وكذا، فأردت أن أضع لهم حتى أقربهم من القرآن. فهذه كلها متعبدين مساكين. فرط العصبية، ومعروف أن هناك رواية قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، هذا ليكون على كل حال ينكر. وهذا قد يكون والله أعلم من الذين يكون إما مالكي وإما حنفي الذين لا يجيزون رفع اليدين. كذلك اشتهر لا يكونن في أمتي رجل يقال له وهو أضر على أمتي من إبليس، وبالعكس مقابله ماذا قالوا؟ يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فقال ابن يعني قال ابن حبان وكذلك الذهبي أن هذا وضعه أحد المتعصبين الحنفية. نعم على كل حال. نعم أو اتباع هوى أو اتباع أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب مثل هذا الذي وضعه هنا، اتباع هوى بعض الرؤساء، فوجدوا هؤلاء الأعداء مدخلا لهم، فالمستشرقين يتهمون أبا هريرة رضي الله عنه أنه كان يضع للأمويين أو كان مع معاوية وكان يأكل مع علي يأكل مع معاوية ويكون في النهار مع علي. قالوا لماذا هذا؟ قال إن دين علي هو الأصدق أو أصح، ومضيرة معاوية ألذ. مضيرة نوع من الطعام، طعام الظاهر، مضيرة معاوية ألذ. ولذلك كان أبو ريا من جملة من كان هلك، وكان شيخنا محمد أبو شهبة شيخ محمد أبو زهب محمد أبو زهب كان يقول مات وهو في حالة الإغماء يقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة، لأنه آذى كتب شيخ المضيرة يعني ترجم فيها أبا هريرة. فالحاصل أنه لا شك أن هناك بعضهم قد قام باتباع هوى بعض الرؤساء، لكن ليس على عموم، والعلماء أعرفوا بمن يكون من هذا النوع. نعم أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني هناك جاء في أنه كان يضع الأحاديث وجد أن الناس يأتون إلى المحدثين العظام وهو يجلس عند عمود المسجد لا يأتي أحد، فبدأ يضع أحاديث ليس عند الآخرين حتى يأخذوا منه ويشتهروا. نعم أو يتكسب به مثل قصة من كان يقول حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قصة معروفة مشهورة. فقالوا لما فرغ من قصصه وأخذ جوائز الناس فناداه ابن معين فقال هذا أحمد بن حنبل وهذا ابن معين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، من أين لك هذا؟ قل قال أنت ابن معين؟ قال نعم. قال لم أزل أسمع أن ابن معين أحمق. قال وما دليل حمقي؟ قال كأنك تظن أنه ليس في الناس أو ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما، قد رويت أن 17 يحيى بن معين و17 أحمد. يعني إذا كان الإنسان يكذب لماذا يبقى في حد خاص؟ أيوة. وكل ذلك
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. من يعتد به نعم. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنه إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. وكأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في جانب الترغيب والترهيب من عند الله، لا، بل أتى كل ما يحتاج الإنسان إلى جانب الترغيب والترهيب صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. أيوة زيدوا. حكم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم رواية الموضوع. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرورا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. المتروك. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. المنكر على رأي. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وهو متهم أيضا، وهو يسمى متروكا أيضا، فحش الغلط يسمونه متروك، هذا في اصطلاح الأئمة، هذا حديث المتروك لأن فلانا فاحش الخطأ وإن لم يكن بسبب التهمة بالكذب. نعم. المعلل. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إيش معنى؟ ماذا يقصد؟ هو ذكر ثم الوهم، ما أنه ذكر سرد أنه إما لكذب الراوي أو لاتهامه أو لكذا أو لكذا أو لكذا، فالأول والثاني والثالث والرابع ذكر، آخر شيء ذكر ثم الوهم من الأخطاء. نعم. فقال لأنه طال الفصل. لو قال الوهم على أي رقم يأتي الوهم على الرقم السادس الذي يكون في أخطاء. نعم. فكان ينبغي أن يقول ثم السادس إن اطلع عليه. نعم. أيوة. إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم رواية من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقيها. فقد أهم أئمة كبار رحمة الله عليهم في هذا الباب، كما هو معروف يكون سمى راويا باسم آخر أو باسم أب وأبوه غير هذا الذي ذكره، وجد هذا كثير، ولذلك قال من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. أيوة. ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. لأنه يقع خاصة كما قالوا لا يقع الوهم أو علة الحديث إلا في أحاديث الثقات. فأنا وأنت وهم هؤلاء العامة طلبة العلم قد يظن أن هذا ثقة وحديثه صحيح، لكن يبقى عند الأئمة المؤاخذة على مثل هذه الأحاديث التي قد يصحه عامة الناس بالنظر إلى الإسناد. نعم. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني رحمهم الله. ولذلك ماذا قال ابن المديني؟ إذا لم يجد الحديث أو الباب، الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم. كذلك الإمام محمد يقول إذا لم يجمع الحديث بجميع طرقه لم نفهمه، فإنه قد يكون مبهم في موضع ويكون مصرح به الراوي في موضع آخر أو موضح في حديث آخر. نعم. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدين
الدينار والدرهم. إيه هذه المسألة في الحقيقة قد أخذها بعض العلماء واستعملها تطبيقا على حديث البخاري. الشيخ المودودي قد زلت أو زل قلمه وقدمه فكتب قال إن هناك أحاديث قد يكون رواه البخاري ومسلم ولكن الناقد قد يرى أنه موضوع أو أنه ضعيف أو أنه كذا، وبكل صراحة ضعف بعض الأحاديث من أحاديث سليمان أنه يطوف على 100 مرة، ما هو كذا. قال هل يمكن، استعمل قياسه وعقله، هل يمكن أن يكون هذا في سورة السعد في ترجمته في ترجمان القرآن له، هل يمكن أن يكون في ليلة واحدة يطوف على 100 مرة؟ في حينه بعد قليل لم يتكلم أنه سخرنا له الريح تجري رخان غدوها شهر ورواهها شهر. هل يمكن يا شيخ؟ ما كانت الطائرات هناك، إن كنت آمنت بهذا فآمن بذلك. لكنه هكذا على كلها. لكن نقول كما قال هو، قال يعني ليس الأمل، ابن مهدي قال معرفة الحديث إلهام، هكذا. لكن نقول يعني في الحقيقة مهما كان، أيضا نقل أمن يعني أظن عبد الرحمن بن مهدي نفسه قيل له كيف تعرف إلة الحديث، قال كما يعرف الطبيب المريض. فأنت إذا كان طبيب ماهر، الإنسان الذي يرى وجهه ربما يرى أنه بنفسه يعرف أنه صحيح الجسم ليس فيه شيء، لكنه ربما يرى أن فيه مرض، لكن لا يمكن أن يقيم الدليل ما هو المرض، هل في كليته، هل في أنفه، هل في موضع آخر في جسمه، لكن يحيل إلى المختبر، فإذا اختبر فيكون عرف أن فيه مرض كذا وكذا. كذلك حينما يرى الإمام يقول هذا فيه علة، ما هي العلة؟ في حينه لا يمكن أن يقيم الدليل، ولذلك قال قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، لكنه هو بنفسه قد يفسر فيما بعد بكل وضوح، ولا يقبل التعليل إلا بالدليل، دعوة فقط ما يقبل من أي أحد، وهذا واضح في كتب العلل. نعم. المدرج ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، يعني غير فيه سياق إسناده وأدخل فيه ما ليس منه، هذا الذي يقصد. نعم. وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد في تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني يعني قد يكون الحديث جزء منه فيه زيادة الثقة فيقول حدثني فلان وفلان وفلان، ثم يكون انفرد واحد منهم بزيادة وهي مقبولة فيجعل الفلان الفلان الثلاثة كلهم كأنهم زادوا هذه الزيادة، فهذا إدراج، وهذا قد يكون لا شك فيه إذا تتبع أو تتبع الحديث يظهر أنه مدرج. نعم. ولذلك قال فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ولذلك حينما خاصة الأئمة وبالأخص مسلم وكذلك الترمذي حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، هكذا الإمام مسلم رحمه الله يذكر اللفظ فلان، اللفظ المسوق هنا لفلان من الذين ذكروا 2 أو 3، معناه الآخرون لفظهم يختلف لكن معنى يتفق. أيوة. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. واسطة، وهذه كلها لا شك أنه إدخال ما ليس فيه. نعم. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. وله أمثلة عند أبي داود وغيره. نعم. أيوة.
الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذا. يعرض له عارض، يسوق الإسناد يعرض له عارض فيقول كلاما. ومثل ما رواه ابن ماجة أنه دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك، وهو أي شريك كان يحدث حدثنا العامش عن أبي سفيان عن جابر وسكت، عرض له عارض قبل أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، فدخل ثابت عليه بعدما وصل إلى جابر، قال من ثابت فرآه كأنه ثابت الزاهد المتعبد، فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. فكتب الكاتبون أو المستملي كلهم كتبوا متنا ما هذا الحديث، ما أنه سكت وعرض له، كلهم اتفقوا أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أقسام مدرج الإسناد. نعم. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن ويدرك الحديث الذي تذكرون لعلكم قرأتم، يعني إن أمتي يأتون يوم القيامة تذكرون محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليطل. فهناك كلام بعض العلماء قالوا فمن استطاع أن يطيل غرته، هذا من كلام أبي هريرة، هكذا قالوا الحديث عن أبي هريرة، لكن الأكثرين قالوا لا، كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو مدرج المتن، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. خطيب كتابه مطبوع، الفصل للوصل المدرج في النقل. أما ابن حجر فكتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. والسيوطي زاد فيه، اي نعم، لكنه ما يتعلق بمدرج المتن فقط، له كتاب في هذا الباب، ايش اسمه؟ المدرج الى المدرج. نعم، فهذا اقتصر على المدرج في المتن. واما الكتابين او كتاب الخطيب والذي بنى عليه ابن حجر تلخيصه، فيهما مدرج المتن ومدرج الإسناد. نعم، المقلوب، أو إذا كانت المخالفة في تقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هنا أورد الحديث في ظل عرشه، لا شك في أن المقصود ظل عرشه، وبعض الروايات جاءت وهي صحيحة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالمطلق يحمل على المقيد كما فسره العلماء، فالمقصود منه في ظل عرشه، في ظله يعني ظل من الله تبارك وتعالى من عرشه. نعم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. المزيد في متصل الأسانيد. هنا أيضا من القلب مما ذكروا أنهم على إما قد قلبوا أحاديث على البخاري، هكذا ذكروا إسناده فيه شيء، كذلك العقيلي
الظاهر وقيل ثبت عن البخاري فشككوا في صحة إسناده أنه لما ورد بغداد فأعطوا 10 أشخاص 100 حديث وقلبوا إسناده من متنه ومتنه إلى آخر القصة. نعم. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم، يعني إذا كان مزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل بدون هذه الزيادة، فالذي زاده قد أخطأ. إذا كان نقول متى نلصق الخطأ بالذي زاده؟ إذا وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، لكن فيه إمكان قد يكون سمع بالزيادة وسمع بدون زيادة، وهذا الذي يكون في روايات كثيرة سمع بواسطة أو بدون واسطة، لكنه لابد أن تكون له قرينة حتى نحكم بأنه المزيد في متصل الأسانيد. يوجد هذا في روايات كثيرة، وقد يحذف الصحابي يحذف الصحابي فمرة أخرى يذكر، فلا يقال إن هذا مزيد في متصل، لكن في الرواة قد يكون سمع بواسطة أو ثم بدون واسطة، فلا بد أن تكون قرينة أن هذا مزيد، أي زيد في متصل الأسانيد وليس أصلا من الإسناد. نعم. وشرطه أن يكون تصريح في موضع الزيادة، يقول حدثني فلان ثم في إسناد آخر حدثني فلان من شيخه الذي ذكره أولا، فهنا يكون يعني هو الذي يحكم للمزيد. أما إذا كان العنعنة فترجحت الزيادة. نعم. المضطرب، أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن الذي يظهر، والله أعلم في بعض الأحيان. الآن مثلا حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد إلا لحاء أو لحاء عنب، لحاء ولا لحاء، هذا من مثلث قطرب ما أدري، لحاء لحاء لحاء، فإلا لحاء عنب فليمضغه، فليمضغه لحاء عنب. فهذا الحديث قالوا مضطرب، لأن روته السماء بنت بصر عن أخيه عبد الله ابن بصر وهو عن أبيه، ومرة روت السماء بنت بصر عن أبيها مباشرة، ومرة رواه عبد الله ابن السماء عبد الله ابن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا، وكلهم صحابة، السماء بنت بصر عبد الله ابن بصر و البصر الصحابي رضي الله عنه، فجاز أن يحذفوا بعض الصحابات، فذكروا قالوا حتى في أظن سبل السلام ذكر هذا أن بعضهم حكم عليه بالاضطراب، فلا يكون هذا اضطراب فيما أمكن الجمع على قواعد التحديث. نعم. أيوة. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختباره اختبار حفظه امتحانا من فاعله. هنا جاء. نعم. كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. غريب هذا الجزء، قد يقع الإبدال هذا من المقلوب أو من المضطرب، يعني أنا يظهر لي أصل النسخة عند أحد موجود، لأن هذا موضعه في المقلوب مثل ما قلبوا للبخاري والعقيلي وغيرهم، وشرط أن لا يستمر عليه صحيح. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة فهذا لا يتعلق بالاضطراب، لا يكون بالاضطراب لأنه أو المعلل. نعم. على كل حال افهموا أن هذا قد يحصل. نعم. وقد يختبر الطلبة فيما بينهم صح وخطأ بهذا المعنى، ما هو كذا. نعم. حياكم الله. زيدوا. المصحف والمحرف. نعم. أو إن كانت المخالفة في تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، ف
فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما رحمه. في الغالب أصحاب التصانيف أبو أحمد الحسن ابن عبد الله العسكري، له كتاب تصحيفات المحدثين مطبوع، لا يفرق بين المحرف والمصحف على هذا التعريف. كذلك الخطابي له إصلاح الغلط أيضا ذكر المصحفات. كذلك السيوطي له الظاهر النظر في التطريف أو النظر في التصحيف. فالحاصل ما يفرقون إذا ذكروا مثل الصحيحة والضعيفة، فالصحيحة يدخلون فيها الحسنة أيضا، الحسنة مثل هذا. فيعني لكنه يفرق، قال إذا كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف في صورة الخط في السياق فهذا يسمى ماذا؟ تصحيف. إن كان بالنسبة إلى النقط، وإن كان بالنسبة مثال يعني ثابت وصحفه إلى نابت، وكذلك بنان صحفه إلى بيان أو مثل هذا. وهذا يوجد في التصحيف في المتن أيضا، أن الحديث الذي من صام رمضان وأتباه ستا من شوال فصحفه بعضهم بماذا؟ أتباه شيئا من شوال. وهذا تصحيف واضح جدا. فإن كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف، فهنا النقط بنان وبيان وكذا. وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني الفتحة والكسرة يعني الحركات، فهو المحرف. مثاله الشكل، الحديث الذي جاء في عن جابر رضي الله عنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب بأكحله فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رمي أبي يوم الأحزاب، و الصحيح في هذا صحفه بعضهم فقال عن جابر ربي أبي أبي وأبي، فالاختلاف في الشكل ما هو كذا، هذا وارد يمثلون له هذا. وأبو جابر رضي الله متى توفي؟ هل ولا في أحد؟ ويوم الأحزاب كان بعده بثلاث سنوات. فالحاصل على كل حال نعم، فإن كان بالنسبة إلى الشكل، أما بالنسبة إلى النقط عوام ابن مراجم صحفه بعضهم عوام ابن مزاحم، هذا ذكره الإمام أحمد أيضا نعم، وقد صنف العسكري والدارقطني أيضا نعم. ومن الغريب الذي ذكروا في كتب التصحيف، قالوا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبعضهم صحف احتجم. كذلك يا أبا عمير ما فعل النغير فصحفه، قال يا أبا عمير ما فعل البعير، نغير بعير نعم. على كل حال نعم. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد نعم، حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح، وبما يحيل المعاني، لأنه هو مثل القاضي نعم، قاضي منصوب نعم أيوة، بما يحيل المعاني نعم، ليس على المعاني، معاني في حالة الرفع والجر نعم. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، أو كما يقول لا تقربوا الصلاة، هذه مثال، لا تقربوا الصلاة، لا يذكرون بعده وما قبله، فيكون لا يعرف. إذا كان الإنسان يكتفي بهذا النهي فلا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى فله تعلق لا يجوز أن يقرأ ويسكت لهذا. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. أما إذا كان يستحضر اللفظ فشرحا وتوضيحا من الممكن أن يروي بالمعنى، لكنه ما دام يستحضر فلا يكون كنودا بنعمة الله، إلا أنه لابد أن يذكر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بلفظ الحديث ثم بعد ذلك يوضح لا بأس فيها. فإذا كان يستحضر اللفظ لماذا يذهب فيتصرف؟ لا حق له ولا استقام في الحقيقة، ينبغي ألا يتصرف بها. لكنه إذا كان متيقنا بأن هذا معناه ولا يستحضر اللفظ فجاز له، إذا بشرط أن يكون متثبتا متيقنا أن هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا لللفظة. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله أبو خيثمة في كتابه العلم أو تقييد العلم ذكر أن بعض الصحابة ما كانوا يجيزون إلا رواية باللفظ، وبعضهم يجيز رواية بالمعنى، والذين كانوا يجيزون يقولون لابد أن يقول بعده أو نحوه أو شكله أو مثله لفظا إذا كان. نعم. زيدوا. قال: غريب ألفاظ الحديث، فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف. لكن ما وجد هذا والله أعلم، إلا أنه طبع أول ما طبع في الهند على غير ترتيب، ثم في الجامعة أم القرى في أوائل أعمال مركز البحث العلمي دكتور محمد تناحي هو الذي رتب فهرست الألفاظ الغريبة التي ذكره بألباء، وطبع في مركز السنة الذي مركز البحث العلمي، والآن يسمى معهد البحوث. نعم. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولاً مع إعواز قليل فيه. ويبقى الباب مفتوحاً للعمل على كل حال. فكان أحد علماء الهند في القرن العاشر 900 وشيء توفي، وهو الفتني، فلان الفتني، فله كتاب في غريب الحديث في 4 مجلدات أوسع قريب من النهاية، وأورد ما لم يريده ابن الأثير رحمه الله. نعم. مشكل ألفاظ الحديث، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، لكن في مدلوله دقة. نعم. لكن إذا كان خفف فيكون ممنوع من العمل، مو كذا، يكون عاطفة، لكن في مدلوله دقة. نعم. لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم. وكتاب الخطابي على كل حال، وإلا أن مشكل الحديث ومختلف الحديث قريب بعضها من بعض،
ولذلك الشافعي رحمه الله له كتاب اختلاف الحديث يذكر فيه اختلاف الحديث ومشكل الحديث أيضا بعضها. لكن ابن قتيبة في كتابه اسمه تأويل مختلف الحديث ذكر فيه مختلف الحديث خالصا الظاهر حديث وحديث قد اختلف. وأما الطحاوي فشره مشكل الآثار أدخل فيه النوعين، مشكلا إذا كان مختلفا مع حديث آخر أو مشكلا مخالفا في المعنى لآية في الظاهر أو للمعروف لدى الأئمة إجماعا أو كذا. نعم. قال: الجهالة وأسبابها. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرف أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب: والكتاب هذا مطبوع، وقد رزق الكتاب محققا علامة كبير، وهو المعلم عبد الرحمن اليماني رحمة الله عليه، لما كان في الهند وتبع من حيدرآباد في دار المعارف. نعم. وهو الظاهر حقق مرة أخرى، لكنه سرق من تحقيق الشيخ المعلم ولم يذكر فيه أشياء. نعم. لا نستعلم. وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري. ومن أمثلته كتابه مطبوع، وهو إيضاح الإشكال. إيضاح الإشكال. نعم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. وهذا قد يستعمله المدلسون، كذلك قد ينسب إلى أعلى جد له، قد ينسب إلى أمه، فيظهر أن هذا شخص آخر في حين أنه يكون نسب مع أبيه الأصل، فيكون مثل هذا من أعمال المدلسين رحمهم الله. نعم. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر. الأمر الثاني من أسباب الجهالة. نعم. فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وكتاب مسلم ما ندري طبع، وإلا هي طبع أول ما طبع في الهند قبل يمكن 120 سنة، والنسخة القديمة عندي ما كتاب المسلم، كتاب الضعفاء للنسائي، فالأحدان. أما الحسن بن سفيان فلا ندري هل ظهر أم لم يظهر. نعم. الأحدان من لم يرهنه إلا واحد. نعم. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. نعم. فإذا سمي وعرف أنه ثقة فحديثه يكون صحيح، وإذا لم يسمى فيبقى متوقفا فيه. وصنفوا فيه المبهمات. الخطيب البغدادي له كتاب هو أسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، خصصها بالمبهمات في المتن، وأفيد منه إذا أتم، ويمكنك أن تتم هذا الكتاب الآن، ما جاء في كتاب أبي زرعة المهمات في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي رحمة الله عليه. وهذا أذكره أن الشيخ حماد رحمه الله هو الذي نسخه من الرياض، ثم تبعه أيام انتقل إلى الجامعة الإسلامية فتبعه، والتبعات القديمة هي التي معنا، ثم بعد ذلك حققه بعض طلبة الجامعة،
فجاء في ثلاث مجلدات أدنى المهمات في مبهمات المتن والإسناد. كذلك النووي له الإرشاد في معرفة المبهمات تلخيصا لكتاب الخطيب، تلخيصا لكتاب الخطيب، وهذا أيضا طبع في الهند منذ مدة طويلة جدا بخط الحجر. نعم. قال: حكم رواية المبهم ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه. عدالة رواته ما شروط أخرى، فالذي لم يسمى لم تعرف عدالته ولم يعرف ضبطه، ما هو كذا؟ فهل سمع من فلان ولم يسمع، كل شروطه الصحيح تبقى مبهمة، فليست عدالة فقط، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، كذلك ما هو الضبط، ومن أبهم اسمه أيوة لا تعرف عينه، فكيف عدالته وضبطه؟ نعم. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مد. وقد ذكرنا من يكون عالما من الشافعي الذين جاءوا في هذا الزمان ومن بعده إن شاء الله، لكنه كان يقول أخبرني الثقة، حدثني من أثق به، ولم يقبله العلماء فلا يقبل، هذا هو الصحيح. وأذكر أن الدكتور الفاضل كان يدرس هنا هو عبد الرزاق أبو البصل، كانت رسالته في الماجستير التعديل بالإبهام، والتعديل بالإبهام، والآن هو ينتقل إلى يعني الأردن يدرس في يرموك، الظاهر جامعة يرموك. وأنا ناقشته رسالة جيدة في هذا الباب، ذكر أطراف الموضوع جيدا، التعديل بالإبهام، الرسالة بكاملها في ماجستير. نعم. قال: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. نعم. أنواع المجهول. لماذا ليس من مباحث؟ وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما، هذا ليس من مباحث علم الحديث، أو لماذا؟ لأن علم الحديث لا ينظرون إلا إلى الراوي ولا يقلدون عالما بعينه. نعم. أيوة. قال: أنواع المجهول، فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني إذا قال حدثني فلان باسمه وهو ثقة، محمد حدثني محمد بن عبد الله وهو ثقة، إذا قال هذا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم وغيرهم، فهذا مقبول إن شاء الله، لأن هؤلاء من أهل التعديل والترجيح. أما إذا قال حدثني فلان محمد بن عبد الله وهو مجهول عند الجميع ولم يوجد توثيق من أحد، فيبقى مجهولا، حديثه يكون ضعيفا. نعم. قال: كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن راوية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه. نعم، هو الواضح إن شاء الله وهو الصحيح فيما يظهر. نعم. قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ننتهي. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.